السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن زيارة الرئيس هادي للمهرة وانعكاس الزيارة على طبيعة التوتر القائم بين أبناء المحافظة وقوات التحالف العربي. وصل الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الغيضة في أول زيارة له إلى محافظة المهرة، وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبا إن زيارة الرئيس هادي للمحافظة تفقدية وتشمل وضع حجر الأساس وافتتاح العديد من المشاريع في الميناء والمطار وفي المجالات الصحية والتعليمية والخدمية. وتأتي زيارة الرئيس هادي في ظل توتر تشهده المهرة عقب اعتصامات نفذها أبناء المحافظة للمطالبة بانسحاب قوات التحالف من المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها قوات سعودية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أبعاد ودلالات توقيت زيارة الرئيس هادي لمحافظة المهرة، وماذا يمكن أن تقدمه هذه الزيارة لمطالب واحتياجات أبناء المهرة منذ أشهر. قبل النقاش نتابع التقرير. لأول مرة منذ توليه الرئاسة وصل الرئيس هادي بشكل رسمي إلى محافظة المهرة في زيارة تضع الكثير من التساؤلات، خاصة بعد توتر عاشته المحافظة إثر احتجاجات رافضة لتواجد القوات السعودية في المنشآت الحيوية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية. تحرك رئاسي هو الأول خارج حدود العاصمة المؤقتة عدن التي عاد إليها الرئيس هادي منتصف يونيو الماضي بعد غياب دام قرابة عام ونصف بالرياض. وصف هذا الغياب آنذاك بالإقامة الجبرية خارج حدود بلاده. الزيارة في شكلها العام تفقدية، يقوم خلالها الرئيس هادي بوضع حجر الأساس وافتتاح العديد من المشاريع وعقد لقاءات مع السلطات المحلية ووجهاء ومشائخ المحافظة، لكن آخرين وجدوا أن لهذه الزيارة دلالات ورسائل أخرى، خاصة بعد الاتفاق الذي لم ينفذ بين السلطة المحلية وقيادة التحالف بالمحافظة الذي نص على استبدال القوات وتسليم التحالف مطار الغيضة ومنفذ صرفيت إلى الأمن والسلطة المحلية. وفي ظل ما يبدو أنه صراع من تحت الطاولة بين الشرعية وقوات التحالف تجلت معالمه بداية في جزيرة سقطرى، يقول مراقبون إن تحركات الرئيس هادي والحكومة ستؤثر على شكل التعاطي مع المشهد وستغير إلى حد ما من طبيعة العلاقة مع التحالف. المهرة التي تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت دخلت خط صراع بشكل مباشر، لكن الصراع هذه المرة مع المملكة السعودية التي ترى أنها قائدة التحالف ولها سلطة عليا في بسط قوتها على مختلف المناطق في اليمن، بصرف النظر عن حالة السخط والرفض المجتمعي الكبير لتواجد قواتها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة من المهرة مع وكيل محافظة المهرة الأستاذ صالح محمد عليان. مرحبا بك أستاذ صالح. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم قناة بلقيس، حياكم. مرحبا بك. في البداية أستاذ صالح، زيارة الرئيس هي الأولى لمحافظة المهرة بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة ولا زالت في الاعتصامات بمحافظة المهرة، ما الذي مثلته هذه الزيارة بالنسبة لكم في المحافظة؟ شكرا. نحن في محافظة المهرة استبشرنا خيرا بقدوم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذه اللفتة وهذه الزيارة الميمونة لمحافظة المهرة، وهي الزيارة الأولى له بعد توليه من مقاليد الحكم. فقد زار محافظة المهرة أبان حين كان نائبا لرئيس الجمهورية، وبعد توليه قيادة زمام الحكم هذه هي الزيارة الأولى له إلى محافظة المهرة، وكانت زيارة قصيرة وخاطفة، ولكنها الحمد لله استبشر بها أبناء المحافظة خيرا ووضع في من خلالها فخامة الرئيس حجر الأساس لعدة مشاريع تنموية، فهي إن شاء الله كما وصفها فخامة الرئيس بداية عجلة التنمية والنماء والإعمار في هذه المحافظة نقول المنسية من الأنظمة المتعاقبة
كونها محافظة آخر الحدود الشرقية لليمن، وأيضا أن يلتفت لها قيادة أعلى قيادة الدولة وأيضا في مختلف المجالات وفي المشاريع التنموية، فهي بالنسبة لنا زيارة طيبة وناجحة ومباركة بإذن الله. طيب أستاذ صالح، يعني مع أهمية ما ذكرت من زيارة الرئيس وأهميتها بالنسبة للمحافظة وافتتاح العديد من المشاريع والوعود بتنفيذها في المستقبل القريب، لكن السؤال الأهم الآن وهي الأحداث الحاصلة الآن في محافظة المهرة من الاعتصامات والمطالبة بخروج القوات السعودية التي تسيطر على الموانئ والمنافذ، في هذا الملف ما الذي توصلتم به مع رئيس الجمهورية؟ نحن في السلطة المحلية والكل يعلم وأبناء المحافظة يعلموا أن المنافذ عندنا منفذين صلفيت وشحن، منافذ البرية ومعنا مينا واحد وحيد ومينا نشترون، وعندنا مطار الغيضة، وهذا هذه كلها تحت إدارة وإشراف السلطة المحلية أو الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، سواء في شحن أو في صنفيت أو كذلك المطار، مطار الغيضة الذي هو مبنى المطار وصالة القدوم والمغادرة وبرج المطار والبوابة الشمالية، كلها تحت إدارة السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية وكذلك الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، وليس هناك تواجد لأي قوات من سواء من السعودية أو الإمارات من دول التحالف، لا يوجد أي قوات من هذه القوات في هذه المنافذ، والكل يعلم بهذا وأن تحت سيطرة وإشراف وإدارة السلطة المحلية. طيب، وإنما فقط التحالف العربي هو جانب الداعم والمساند، ومعهم جزء في مطار الغيضة كون المطار أو ينشور المطار كبير جدا وواسع، فأعطي لهم جزء للمكث فيه وتأدية واجباتهم، أما المبنى المطار وبرجه والصالة والبوابة هي من اليوم وقبل اليوم هي تحت إدارة وإشراف السلطة المحلية. طيب، إذن السؤال الأهم، هؤلاء أبناء محافظة المهرة بمشايخها بأعيانها من الشخصيات الاجتماعية والسياسية التي تخرج كل يوم إلى الميادين وتطالب برحيل قوات التحالف وقوات القوات السعودية المتواجدة في الإمارات، إذن هم ماذا يطالبون إذا كانت الصورة كما تحدثت أنت لا توجد أي تواجد للقوات السعودية في المهرة؟ ما الذي يريدون من الاعتصامات إذن والمظاهرات يوميا في المهرة؟ طبعا الاعتصام تم وقد رفع والكل يعرف هذا، ولهم مطالب ستة تقدموا بها إلى السلطة المحلية وتم الموافقة عليها، هذه المطالب اللي فيه تقدموا بها وهي معروفة ومشهورة، وأيضا هذه المطالب اللي رفعوها وتقدموا بها تم الموافقة عليها وتنفيذها، وهي كلها تختص بالسلطة المحلية وتفعيل أجهزتها وتفعيل دورها وتقديم الخدمات في البنية التحتية والعمل بروح الفريق الواحد، وكذلك أن تكون المنافذ الذي هي منفذ صرفيت ومنفذ شحن والمينا والمطار لإعادتها إلى وضعها الطبيعي كما جاء في مطالب المعتصمين، وقد جلسنا مع قيادة التحالف في حينها ومع قيادة الإخوة المعتصمين في حينها، وتم التوافق ولله الحمد، وليس بعد هذا من أي تحركات أو اعتصامات أو مظاهرات قد رفع في حينه وتم الاتفاق ولله الحمد. نعم. طيب، ابقى معي أستاذ ونشرك معنا في الحديث الصحفي فاروق الشعراني. مرحبا بك أستاذ فاروق. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. مرحبا بك أستاذ فاروق. في البداية، كيف تتابع زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظة المهرة في ظل الاعتصامات والمظاهرات المتواصلة التي تطالب برحيل قوات السعودية المتواجدة هناك التي ينفيها الآن
وكيل محافظة المهرة الأستاذ صالح محمد عليان بأنه لا توجد أي قوات وأنما التواجد رمزي في جانب من مطار الغيضة، أما المنافذ والمطار وكل المنافذ أصبحت بيد القوات الشرعية من قبل ومن الآن وبعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة زيارة هادي تحمل في طياتها أبرزها تؤكد أن المطالب المعتصمين المحتجين وانتفاضتهم السلمية كانت مطالب مشروعة ومطالب مكفولة في الدستور والقانون، وتهدف لاستعادة السيادة اليمنية وإعادة تفعيل وتشغيل المطار مطار الغيضة الدولي، بالإضافة إلى تشغيل ميناء نشطون ومنفذ شحن وصرفيت تحت إطار السلطة المحلية. أضف إلى ذلك من ضمن هذه هي شرعنة للمؤامرة والمخطط السعودي الإماراتي الذي يهدف للنيل من المحافظة وأبنائها، بالإضافة إلى أن بما ذكره ضيفك الكريم حول العصامات تم تعليقها بالفعل، لكن وفق مدة محددة ومفاوضات جرت مسبقة على استجابة المطالب المعتصمين من خلالها تسليم، يعني طبعا هو هناك موجود التواجد العسكري الذي عطل الحياه للحياه المهريين بشكل عام، عطل حياتهم، يعني اخذوا المطار والميناء و كذا. استاذ فاروق الان وكيل المحافظه والاستاذ صالح هو الان معنا ويسمعك الان، يقول كل المنافذ بايدي السلطه المحليه، المطار والمنافذ والميناء، اذا عن اي يعني سيطره تتحدث عنها؟ نتمنى من الضيف الكريم أن يحدثنا عن الطريقة والأسلوب التي تواجد بها، الطريقة التي دخل بها القوات السعودية وهم متواجدين في مطار الغيضة الدولي، بالإضافة إلى أنها السعودية تسعى لوجود صراع المجتمع المهري، مجتمع متماسك، مجتمع صلب، مجتمع أيضا محافظة المهرة محافظة سلمي ومعروفه بتاريخها ونضالها، نعم. وكما انها خارجه عن الاحداث والصراعات التي تجري في المحافظات الاخرى، نعم. التواجد العسكري ما زال موجود للمؤامره السعوديه الاماراتيه، لوبي يعمل على الميدان لمحاوله تمزيق النسيج الاجتماعي للمهره وابنائها والتشويه والتحريض انتفاضتهم السلميه الداعيه لاستعاده سياده الدوله تحت الشرعيه. نعم. طيب قمع يا استاذ فاروق، اعود للاستاذ صالح عليان وكيل محافظه المهره. استاذ صالح، اذا الاستاذ فاروق يقول بان هناك يعني ربما مؤامره لشق صف ابناء المهره المتوحدين تحت راي واحد، والتواجد السعودي والاماراتي في المهره هو يسعى من اجل شق المجتمع فيها، ما رايك بهذا الطرح؟ أبناء محافظة المهرة بقبائلهم وشرائحهم وفئاتهم وجميعهم منذ الزمن السابق وقبل مجيء الحكومات وجاءت الأنظمة المتعاقبة وهم متعاونين متكاتفين وسيظلوا كذلك بإذن الله، ولن يكونوا بعيدين عن بعضهم، وكلما يصلح محافظتهم ويصلح أهلهم ويصلح أبناء هذه المحافظة والساكنين فيها، لأنها تضم كثير من أبناء اليمن ومن مختلف محافظات اليمن موجودين عندنا في هذه المحافظة طلبا للأمن والاستقرار والمعيشة والعمل وحتى بعض أخواننا النازحين، فكل يغلب هذه المصلحة وسيظل كذلك، ولن بإذن الله أن يدخل بينهم أحد ليشق صفهم أو يحدث بينهم النزاعات أو الخلافات أو الصراعات، ويغلبوا دائما مصلحة محافظتهم، نعم. وهم كذلك، فإذا رأوا أي شيء على مصلحتهم أو مصلحة محافظتهم أو أبنائها أو الساكنين فيها سيكونون ضد أي شيء يؤدي إلى تخريب أو الوقوع في الصراعات التي ظلوا بعيدا عنها حتى في ثوره 2011 التي وصلت الى كثير من اجزاء الجمهوريه، بقيت محافظه المهره بعيده ناس بنفسها، طيب. وهكذا ستظل، طيب. وهذا الذي عهدناه في ابناء المحافظه جميعا انهم دائما صفا واحد، نعم.
طيب أستاذ صالح، الآن السؤال الأهم، الكثير من اليمنيين يسألون، المهرة لا تحتاج لأي تواجد عسكري، المهرة لا زالت السلطة الأمنية والعسكرية قائمة، والسلطة المحلية تؤدي مهامها بصورة اعتيادية ولم تتغير ولم يصلها ولم يطالها أي شيء. إذن ما هو المبرر لتواجد القوات السعودية في المهرة؟ نعم أخي، نحن في محافظة المهرة لأنها محافظة مثل ما ذكر تقريركم المحافظة الثانية في المساحة بعد محافظة الجنوبية اليمنية، ومحافظة مساحة شاسعة سواء على الساحل أو في الصحراء. نعم. والشريط الساحلي يمتد إلى أكثر من 560 كيلومتر، ونظرا لعدم الإمكانيات التي توفر مع قيادة السلطة المحلية منذ زمن طويل، حتى في أيام الرئيس السابق والراحل علي عبد الله صالح، ولم تكن هناك إمكانيات كافية لحفظ وصيانة هذه السواحل، كذلك الشريط الصحراوي الممتد الكبير. فكنا دائما نطالب القيادة والسلطات المركزية بدعمنا ومساندتنا لحفظ الأمن والاستقرار، وأيضا لمنع التهريب من خلال هذا الشريط الساحلي والشريط الصحراوي. والأخوة في التحالف العربي لدعم الشرعية أيضا، لأن هذه المحافظة جزء من اليمن تحت قيادة الشرعية ممثلة في قامة الرئيس عبد الرب بن منصور هادي، فجاءت إلينا للمساندة والدعم، وهذا الذي نريدكم منهم ونسمعه منهم، وهذا الذي لمسناه إلى هذه الساعة. فلم يتدخلوا في شؤون السلطة المحلية ولا في أعمالها، ولا حتى جاء الاعتصام وقيم الاعتصام لأكثر من أسبوعين. فأيضا هم ليس هذا من شأنهم، قالوا ما نحن جينا لنغير الأنظمة أو القوانين ما دام أنه مسموح به وأنه يسمع به في الدستور اليمني، فهذا شأنكم. هم فقط للدعم والمساندة، فهذا الذي يخص السلطة المحلية تقوم به على أكمل وجه، وما يخص التحالف هو الدعم والمساندة للسلطة المحلية للقيام بمهامها وتأدية مهامها. هذا الذي إلى الآن نجده هو الحاصل في محافظة المهرة، وأكبر دليل على وحدة صف أبناء محافظة المهرة في استقبال فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. الجميع سواء السلطة المحلية أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو المجلس العام، قيادة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة، الشخصيات الاجتماعية، كل أيضا اتحاد النساء والمرأة، فالكل في خندق واحد وفي صف واحد وفي استقبال إفخامة الرئيس، وسيظلوا كذلك في مصلحة محافظتهم وسكينتها وأمنها واستقرارها. نعم. إذن كما تحدثت، الاستقبال من كل أبناء محافظة المهرة، الشخصيات الاجتماعية ومجلس المهرة وسقطرة وأيضا اتحاد النساء، بشكل عام أبناء المهرة مجتمعين في استقبال الرئيس. هل تم الاتفاق نهائيا حول تواجد القوات السعودية الموجودة الآن، بأنها ستبقى، بأنها سترحل، أم أنها جزء من التحالف، وقبلتم الموضوع وتقبله أبناء المهرة بشكل عام، أم سنرى في الأيام المقبلة أيضا مطالبات وحراك في المهرة تطالب برحيلهم؟ أخي الكريم، محافظة المهرة واحدة من قوات الجمهورية اليمنية، وقوات التحالف فيها هي أيضا جزء من تواجدها في اليمن عموما، وبطلب من القيادة الشرعية ممثل فخامة عبد الرب منصور هادي، وهي ستغادر وترحل إذا تم الاستغناء عنها في اليمن عموما، وهذا الأمر مناط بقيادة الجمهورية وبالشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الله منصور هادي، فهو الذي طلب الاستعانة بالأشقاء، وهو الذي يقرر متى يكون رحيل ومغادرة أو الاستغناء عن دعم الأشقاء، هذا الأمر مناط به. وأما وجودهم في المحافظة في المهرة مثل وجودهم في محافظة حضرموت ومثل وجودهم في غيرها من المحافظات، فهم جاءوا لدعم الشرعية في اليمن. نعم. سؤال أخير فقط يعني سيادة الوكيل، التواجد القوات السعودية ما هي نسبة تواجده في المهرة عسكريا نتحدث؟
أستاذ صالح؟ إذا فقدنا الاتصال بأستاذ صالح عليان، وأعود للأستاذ فاروق الشعراني. أستاذ فاروق، الآن برأيك، الآن حديث وكيل المحافظة بأنه تم يعني الاتفاق على كل النقاط التي رفعها المعتصمون، إذا ما هي المخاوف التي لا زلتم أنتم تتحدثون عنها في المهرة من تواجد القوات السعودية؟ طبعا فيما يتعلق في أبناء الأمن والتعايش والاستقرار الذي تعيشه المحافظة هو يعود بفضل وعي وتماسك وحدة أبنائها. فيما يتعلق في بالنقاط التي حددها المعتصمون، السعودية طبعا تابع إلى أن تقف ضد إرادة الشعب اليمني منذ يعني زمن، وكان آخرها ما حدث في المهرة، كان اليوم الأول اتفاق بين المعتصمين والتحالف عن طريق ممثلي السلطة المحلية أبرزهم الشيخ علي سالم الفريزي واللواء أحمد قحطان. في اليوم التالي للاتفاق تم رموز تلك الانتفاضة أو المساندين لتلك الانتفاضة الداعين للاستعادة السيادة الوطنية. فيما يتعلق بالتواجد العسكري، تواجدوا بشكل متأخر يعني تحديدا في فبراير 2017. أضف إلى ذلك أن التواجد بذريعة أو بفقاعة التهريب، اليمن تمتد على ساحل بحري ممتد من ميدي إلى المهرة، التهريب متواجد في كل مكان في أرجاء اليمن وليس في المهرة. وأنا أجزم أن المهرة يعني حريصين كل الحرص على عدم يعني الإساءة الشرعية أو للسلطة أو كذا فيما يتعلق بالتهريب. نعم، وكيل المحافظة يقول بأن تواجد القوات السعودية هي بطلب رسمي لدعمهم من أجل الحفاظ على هذه على الشريط الساحلي الممتد طويل التي كانت القوات اليمنية لا تشرف عليه أو لا تغطي عليه بالصورة الكاملة، ولذلك اضطروا إلى يعني تواجد هذه القوات. ما رأيك بهذا الطرح؟ طبعا مثلها للتواجد او بمعنى اصح كما وصفه وكيل المحافظه السابق انه الاحتلال، مع تواجد الاحتلال يعني هناك مزاعم وشماعات يتكئ عليها وقطاعات وجهها. فيما يعني التواجد يهدف لمؤامره مستقبليه، يعني هدفها النيل من المحافظه كما ذكرت سابقا، بالاضافه الى الاستفاده من ثروات المحافظه الخصبه، جاءت عن طريق طبعا الزياره التي قام بها اليوم هادي، هي زياره لشرعنه هذا المخطط ودعم الوكلاء او اللوبي الذي يعمل تحت التواجد العسكري السعودي. استاذ فاروق، هذه اتهامات مباشره لرئيس الجمهوريه بانه يعني يتآمر على بلده، هل يعقل؟ على اتمنى من رئيس الجمهوريه، كان الاحرى برئيس الجمهوريه ان يؤمن المعاشيق وعدم كان الأحرى على رئيس الجمهورية أن يزور النازحين في القادمين من الحديدة الذين تعرضوا لاقتحام في الضالع أو لحج أو عدم. كان الأحرى بعبد الرب منصور هادي ألا يطيل رموز الثورة المهرية. كان الأحرى بهادي أن يكون قريب من المحافظة دائم ومستمر، ليس لنجل المخططات السعودية. أشكرك، شكرا جزيلا لك الناشط السياسي فاروق الشعراني على مشاركتك معنا، والشكر أيضا لوكيل محافظة المهرة الأستاذ صالح محمد عليان. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.